بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن المكافحة في المشاتل. عشان نطلع شتلات سليمة، مجموع جذري قوي، مجموع خضري قوي، يبقى لازم وتكون سليمة من الفيروسات ومن أعفان الجذور أو من أمراض ذبول البادرات في أول الزراعة، لازم نأمن نفسي كويس. المكافحة عندي هنا هتنقسم لقسمين، قسم منها هيكون مكافحة فطرية ومكافحة حشرية. المكافحة الفطرية معروف إن هي بنبدأ من ألف به مشتل، بنبدأ في المكافحة الفطرية، بمعنى إن أنا ببدأ عامل الخلطة بتاعتي بأحد المبيدات الفطرية اللي احنا عارفينها، زي التوبسين أو البيرفيكيور أو اليونيفورم أو المكسيم أو المونكات روزوليكس، أي حاجة من دول بنبدأ نبدأ نعامل الخلطة بتاعتي بيها. بالنسبة للبذور، البذور أصلا اوريدي معاملة، تمام؟ فأنا البذور معاملة من الشركة اللي هي جاية منها، والخلطة عندي أصبحت معاملة، تمام؟ فالجذور البذور معاملة والخلطة معاملة، إذن فأنا كده تقريبا يعني الحمد لله ببقى في الأمان، تمام؟ ببقى في الأمان. بعد كده عندي المكافحة الحشرية. المكافحة الحشرية لابد ان انا اوضع لها برنامج كويس. اكتر حاجة تؤرق صاحب المشتل هي الذبابة البيضة، وخصوصا في العروة الخريفي، فناخد بالنا منها كويس. بعد ما جي التوتا ابسليوتا ابتدت كمان تصيب المشاتل، ومشكلة ان انا انقل الشتلات عندي، انقلها للأرض المستديمة وهي مصابة بالتوتا أبسليوتا، فلازم أحط برنامج للاثنين، برنامج مكافحة حشرية، بحيث أن أضعف الإيمان أن أنا باخد الثلاث أيام، كل ثلاث أيام ببدأ أرش رشة للذبابة البيضة، ببدأ أرش رشة للذبابة البيضة، وبدخل على البرنامج بتاع الذبابة البيضة كمان، بدخل عليه إيه؟ بدخل عليه مكافحة التوتا أبسليوت. لو أنا من الأول أساسا خالص يعني اهتميت بالرش، مش هحتاج إن أنا كافح التوتا أبسليوت. ليه؟ لان انا لما برش الذبابه البيضاء فبستخدم اللمباده، بستخدم الاستمبرايد، بستخدم السايبامسرين، المبيدات اللطيفه دهيت، ببدا ارشها، فالمفروض ان الذبابه بتموت، وكمان ممكن يجيب معاه الفراشه بتاعه التوتا ابسليوت، فانا ضربت عصفورين بحجر كده، تمام؟ ديت حاجه المفروض بناخد بالنا منها كويس جدا جدا جدا، بحيث ان انا كل 3 ايام بقدر ارش رشه، والرش يا جماعه بكون بالطريقه دهيا، يعني ما بيكونش مباشر، بيبقى على النبات من فوق، بنحاول بقدر الامكان بيبقى على النبات من فوق بحيث ينزل الرذاذ كده، ما نحاولش نعمل رش مباشر عشان ما نحرقش النبات لو التركيز بتاعك زايد شويه ولا حاجه، تمام؟ وتراعي المشتل، التركيز بتاعك لازم يكون مظبوط، تمام؟ بحيث ان انا نطلع شتله تكون الشتله بتاعتي سليمه وكويسه وما فيهاش اي مشكل خالص. بحيث برضو ان انا لما الشتله بتاعتي تنزل في الحقل المكشوف او انقلها في الارض المستديمة، ما ضرش الناس. ليه؟ لان المفروض في 20 يوم الاولى هي مسؤولية المشتل، اي اصابة فيروسية بتحصل من المفترض ان هي بتكون مسؤولية المشتل، بعد كده بيبقى مسؤول عنها صاحب الارض المستديمة، لان دي اصبحت في عهدته بقى، يعني المشتل مش هيديك حصانة مدى الحياة. عشان برضو ياريت وقبل شتلتك ما تطلع من المشتل، يعني لو الضمير صاحي شوية، ياريت ترش
للراجل اللي بياخد الشتله، ترش له الشتله وهي خارجه من المشتل قبل ما تخرج من المشتل، ترويها كويس وترشها له رشه للذبابه البيضاء، بحيث على عمليه استدامه التجذير الاولى، عمليه التجذير الاولى واستدامه الشتله، يقدر يكون يعني تخطى الخطر اللي ممكن او الاصابه اللي ممكن تجيله في الوقت ده هو قبل هو ما يرش. ياريت برضو بعد عمر 15 يوم بنبدا، ياريت يعني بنبدا نرش او نسقي النبات بتاعنا، نبدا نسقيه يونيفورم او مكسيم او اي حاجه ماده فطريه تاني. وياريت الماده اللي حضرتك استخدمتها اثناء الخلطه ما تعيدش استخدامها تاني في المشتل، بمعنى ان انا لو استخدمت يونيفورم مثلا او مكسيم ابقى احط تشاجرين او احط برفكيور في المشتل، يعني لو استخدمت انا في الخلطه مبيد فطري معين، ياريت وانا بسقي النبات عند 15 يوم كده ببدا اغير المبيد ده. هوت ليه؟ لان يا جماعه بامانه الله ناخد بالنا منها كويس، قصة الشتلات لما بيجي لها عفان جذور المفروض يعني بيبقى صعب جدا جدا علاجها في المشتل، والمفروض بنخرج الشتلات دي مباشرة برة بحيث ان هي ما تعمليش عدوى للباقي، لان السيطرة على الفطر في الوقت ده هو بتبقى وحشة جدا جدا جدا، تمام، وما نقدرش نسيطر عليه بالامانه يعني. فلازم نطلع الصينيه بره، اول ما الصينيه المصابه نطلعها بره ونهوي كويس ونبتعد عن ري المغربيه، بحيث النبات بيدخل ما يبقاش فيه ماء حر على النبات ولا على الصينيه، بتبقى يعني يدخل عليها المغرب يلاقيها ناشفه، بحيث ان ما فيش في خلال الليل ان بيمنع البخر